من منا لا يرغب بجسم رشيق؟ التغيرات العمرية والجسدية كالتوتر، الروتين اليومي والمسؤوليات المهنية والمنزلية، كل هذه العوامل تجعلنا في بعض الأحيان نتناسى العناية بأجسامنا. والصدمة تكون إما عند شراء ملابس جديدة مع حلول فصل الصيف، أو مع أول ملاحظة من شخص آخر. في هذه الحالة نعلن راية الاكتئاب ونبدأ بالبحث عن حمية غذائية لتقليل الوزن في غضون شهر، والانطلاق بحمية قاسية غاية ربح الوقت. ولكن بعد أشهر لا تلاحظ فرقا كبيرا غير الشعور بالأرق والملل. لنفكر معا في حل. لا يمكنك البدو بأي حمية دون التصالح مع نفسك. إن الحالة النفسية المتعبة والهشة تكون سبب مللك فيما بعد، لكن لا داعي للقلق أصدقائي، فالحل بسيط أكثر مما تتصورون. أولا، استعد نفسيا للحمية. عليك الاستعداد نفسيا لمرحلة الحمية. أنت تتساءل الآن كيف؟ تحدث مع نفسك. نعم، تمرين بسيط أمام مرآتك يجعلك ترى ما كنت لا تراه في السابق. حدد ماذا تريد تغييره باستعمال ورقة وقلم مع كتابة تاريخ ذلك اليوم. ومن الغد قم بقيس وزنك وكتابته أيضا. قم بحساب البي ام اي، ما يعرف بادي ماس اندكس، أي مؤشر كتلة الجسم، وهي أداة لتقييم الوزن الطبيعي أو زيادة الوزن. ويتم تقييم الوزن من خلال فحص العلاقة بين طول ووزن الجسم، ويمكنك من خلاله تحديد حسب التقريب كمية الوزن الزائد. تلك الورقة هي الواقع الذي سيكون أفضل لك، وسيأتيك يوم وتكتب فيها الوزن المثالي الذي ستصل إليه. ثانيا، كن سعيدا لأنك تسعى للتغيير. الإنسان الذي يريد التغيير هو إنسان قوي وواثق بقدراته. إنه يؤمن بضرورة التحرك نحو هدفه دون تردد أو خوف من النتيجة، وفي الغالب تكون نتيجة السعي هي البلوغ إلى ما تصبو إليه، وبالتالي تحقيق الوزن الذي طالما تمنيته. أهنئكم أصدقائي بشجاعتكم. ثالثاً، البحث عن أخصائي في التغذية والالتحاق بنادي رياضة. هنا يبدأ التحدي، فالرياضة ليست للتخسيس وفقدان الوزن فقط، فبمجرد خروجك من البيت والذهاب إلى النادي هذا يعد في حد ذاته تغييراً. الرياضة من أحسن الطرق التي تساعدك على التخلص من الشحنات السلبية، من الكسل، من الشعور بالملل والغضب، فهي سلاح لحماية الصحة النفسية والجسدية. كونوا واثقين يا أصدقائي أن داخل كل واحد منكم قدرة كبيرة نحو التغيير. أنتم أقوى مما تتخيلون. انطلقوا نحو التغيير ولا تترددوا. إذا أعجبك المقال اترك لنا رأيك في مساحة التعليق أدناه. اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيه ليصلك كل جديد.